السلام عليكم يا اخواني، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنلعب تشارت فور، سنكمل ان شاء الله الحلقات. اليوم لدينا الحلقة السابعة ان شاء الله، سنكمل مسيرتنا نحو الكنز. اذا يا اخواني اتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو، واشتركوا معنا في القناة لتكبر اكثر واكثر. اشكركم يا اخواني، فلنبدأ. إذن يا إخواني فلنبدأ. هنا تشارت 9، هي قيد المعلومات. الآن يجب علينا أن نذهب لكي نبحث على الكنز. سنكمل طريقنا لأننا وقفنا هنا في الحلقة الماضية، سنكمل طريقنا نحو الكنز. أوه، كنت أن أسقط. هيا اطلع يا سام، هيا هيا اطلع اطلع يا إدم اطلع. أوه أحاول. هنا الطريق، هنا السهل. هيا نقفز، جيد. السلام عليك. هيا هيا نذهب بحذر. الكهوف، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الآن أين سنجد الطريق؟ لا يوجد هنا شيئا. هيا فلنذهب إلى الجهة اليمنى، الجهة الأخرى. هنا هنا أعتقد الطريق. يلا يا سامع، يلا الحق بي، الحق بي يا سام. هيا هيا، يوجد هنا الطريق، سأقفز. هيا فلنقفز. اوه يا سلام يا سلام يا سلام. اوه اوه، جيد. غلطة واحدة تؤدي بك إلى، يا ساتر كنت أنا أسقط. هيا 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 هيا، الآن يجب أن نكمل طريقنا من هنا. هيا فلنصعد، هيا فلنرجع، جيد. هيا فلنكمل الطريق، كهف آخر. ماذا كان مدفون هنا؟ القصر أم ماذا؟ هيا فلنذهب نرى ما هناك. يلا يا سامي الحق بي. لقد استكرت الباب، لنرى ماذا يوجد هناك. هنا أعتقد أنه لغز، يجب أن نفتح هذا اللغز. كم مثلث، هنا هيكل عظمي وفخ. هذا فخ، يجب أن لا أنا... ماذا يتحرك هنا؟ أوه، شيء ما يتحرك. هيا فلنذهب لنرى. عقب. الآن فهمت أنه يجب علينا أن نذهب لكي يمتلئ بالماء ثم يصعد إلى الفوق. فلنذهب لنملئه بالماء. هيا، جيد جيد. هيا امسك يا سام، امسك، جيد. الدلو، الدلو الآن ممتلئ بالماء. هيا فلأصعد أنا أيضا، جيد. الآن سنرى ماذا سيحدث. أوه، هذا لغز، يجب أن نحرك هذان. قيد في الإفطار، هذا يجب أن يكون هكذا. ثلاث أصنام وقبو، قبو يجب أن يكون في الأعلى، فنحاول أن نرفعه للأعلى. جيد جيد، هيا فلنكمل عملنا، جيد. الآن ماذا يجب أن نحرك؟ هذا المفاتيح ولا ثلاث مفاتيح؟ جيد، أعتقد انتهينا. فلنذهب الآن إلى باب، يجب أن نسحب يده. هذا لن يقع. ماذا ماذا هناك؟ لم يحدث شيء. أوه، أخيرا افتك اللغز.
هذا هو الماء هو الذي سيفتح باب هذا القبو. جيد، والآن مغامرة أخرى، فلندخل يا سام. يلا يا سام الحق بي. هيا، جيد، هيا سنذهب من هنا أفضل. نرى ماذا يجد هنا. الطريق لا يزال طويلا يا أستاذ، كنت أنا أسقط. الطريق لا يزال طويلا إلى الكنز. سنذهب خطوة بخطوة لنعلق الحبل هنا. جيد، سنذهب بحذر بحذر هنا. هيا هيا اقفز. جيد، هيا فلنتحرك بسرعة. هيا، هل هنا طريق؟ لا، ليس من هنا. هيا فلنصعد، فلنصعد هنا لنرى. أوه، يجب أن نلقى طريقة للوصول إلى هنا. يجب أن نلقى طريقة مناسبة. هيا فلنرى ماذا يوجد هنا. ماذا سنفعل؟ والله إنها معقدة. سنرى ماذا يوجد هنا. لا شيء. أوه، هناك صندوق في الأعلى. سنصعد كي نسحب الصندوق. هيا، أين أنت يا سام؟ هيا اقفز كي تسحب لنا الصندوق كي نرتفع به. هيا يا سام، جيد، أحسنت يا سام. والآن سنستعمل الصندوق للوصول إلى الأعلى. هيا فلنسحب. جيد، هذا مكانه. جيد، لا، جهة أخرى، هنا أعلى بكثير من هذا الصندوق. هيا، جيد، فلنصعد الآن. جيد، هيا فلنكمل طريقنا. سام لقد سبقني. هيا، جيد، ليس من هنا. جيد، هذا هو الطريق الصحيح. هيا فلنكمل. هيا، يلا انزل يا سام. خطوة واحدة تؤدي بك إلى الهلك. هيا ادخل يا سام، ادخل. كهوف. هيا، جيد، هنا جماجم وجثث كانوا يسكنون هنا منذ زمن طويل. هيا يخرج، اخرج. جيد، هيا فلنصعد الآن. ماذا يوجد هناك؟ تستمعون إلى صوت، صوت يأتي من الداخل. لنرى ماذا هناك. ماذا يوجد هنا؟ هذه هي التي كانت في القصر، وهذا الذي كان معنا في السجن في الفصل الأول. أصبح رئيس عصابة هي ورايف. رايف ونديم أصبحوا عصابة يبحثون أيضا عن الكنز. سنرى من سيفوز في النهاية ليفوز بالكنز. هل هيهم وسام أم رايف ونديم؟ هذوما الأربع يتنافسون عن الكنز. نرى ماذا سيحدث. نحن الآن لازلنا في الفصل التسعة، شارد فور، نهاية لس.
بيك. هيا لما كمل طريقنا يا سام. هيا يجب ألا نواجه بعد العصابة. هيا تحرك تحرك تحرك. جيد. هيا نبحث عن الطريق من هنا. جيد جيد جيد. هيا فلننزل. جيد يا الله يا سامي الحق بي. لا يوجد من هنا طريق. فلنذهب من هنا. هيا 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 تحرك تحرك. سنستخدم الحبل إخواني. كينا ننزل إلى الأسفل. هيا ننزل. هنا المكان عالي، نحتاج إلى صندوق أو شيء لنقفز للأعلى. سنحاول نتعلق بالحبل ونرى طريقا يؤدي إلى الأعلى. هيا ننزل. جيد. أوه وتون أسقط. جيد. فلنبحث إلى على طريق ما يؤدي إلى هنا الطريق. هيا فلنصعد. هيا هيا وجدنا الصندوق. هذا هو الذي سيساعدنا للمرور إلى هناك. هيا فلنسحب الصندوق. جيد جيد جيد. هيا فنضعه في مكان قريب. هيا فلنصعد. هيا الآن صعدنا إلى الأعلى. لم يتبقى لنا شيئا للخروج من هذا الكهف. يا إلهي. هيا نتحرك. الطريق منحرف من هنا. هناك سنستعمل الحبل. هيا تحرك. جيد فلنصعد. جيد. الآن سنسحب الصندوق كي نستعمله للمرور إلى الجهة الأخرى. هيا هيا فلندفع إلى الأسفل. جيد. هيا نسحب الصندوق مرة أخرى. هيا هذا هو مكانه. الآن يجب علينا أن نمسك الحبل هنا كي نمر إلى الجهة الأخرى. أوه جيد. حركة رائعة. هيا 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 بسرعة. جيد نجحنا. هيا نتحرك. الطريق من هنا مسدود. لنرجع من هنا. هيا فلنصعد. نقترب من الخروج من هذا الكهف. هيا هيا. وهنا وقعت. هيا فلنكمل طريقنا. أين أنت يا سام؟ أين أنت؟ سننتظرك. سنمر إلى الجهة الأخرى. هيا فلننزل. جيد. جثة هنا. فلنرى ماذا يوجد بالحقيبة. فلنضعها في البقية. هيا تحرك. نذهب بحذر بحذر. جيد. يوجد طريق من هنا. هيا نقفز. جيد. هيا هيا حركة رائعة. الآن هذه
Oui, 7, il y a 7, il y a 7. Et j'y vais là, là. Et écoute tes voisins. يجب سام أن يساعدني في التوازن كما تفعل الآلة. يا سام يا سام يا سام، جيد جيد جيد، أحسنت يا سام. الآن سنحاول أن نلقى طريقة يأتي سام أيضا. جيد جيد، هذا هو الصح. هيا تحرك، هيا جيد. سنحاول أن نوازن بهذا الصندوق. هيا فلنسحب، هيا هيا بسرعة، هيا 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 هيا. يجب أن يمر، يسحب بكل قوة لكنه لا يمر، يأتي من أجل أخرى. هيا هيا، لماذا لم ينسحب؟ هيا هيا هيا، خذ يا سام. هيا نجحنا، يجب علي أن أقفز أنا أيضا. هيا هيا هيا، امسك يا سام، جيد. الآن نجحنا في هذه الخطة، هيا فلنكمل طريقنا الآن، هيا لنكتشف المزيد في هذا الكهف المهول. هيا هيا تحرك، جيد. الآن باب آخر يجب علينا فتحه. ماذا الآن؟ هل هو هذا هو مكان الكنز أم ماذا؟ لا إله إلا القصر. هذا ماذا؟ تمثال إيفري، تمثال إيفري. و يبدو أنه فخ هذا. اشتعل الأضواء، لغز آخر في انتظارنا. هذه خريطة أم ماذا؟ لكي نلقى في مأزق. وقعنا في الفخ. هذه نديم وعصابتها قد أمسكوا بنا. هذا الحظ يا هيثم يا سام، بنظام الأسلحة لنرى إن ستؤدي بنا هذه الورطة مع نديم وريف. يجب علينا أن نبحث عن طريقة للهروب من هذا الفخ، نبحث عن سرقة. وإذا أمسكوا بهذا التمثال سيقوم زلزال هنا. هذا هو الحل،
الهروب من هذه العصابة. كلهم مسلحين. هيا امسك بذلك التمثال. نعم. وقع المحظور. لا 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 لا. الآن حي لنهرب. هيا هيا تحرك تحرك تحرك. امسك بي يا سعد. امسك امسك امسك. لا 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 لا. هيا فلنصعد. هيا سام وحدة ونتقاتل معه. لا. الكل ينهار. يا ساتر يا ساتر. هيا فلنصحى الى الاهل الى الاهل. الان خذ يعني السلاح. هيا فلنتحرك بسرعه. العديد من العصابة هنا. هيا الفن على طريق آخر للهروب. من هنا من هذا السلاح. هيا فلنكن سارقين. هيا استخدم الحبل. سلام جيد. هيا فلنكن سارقين. خذ يا أنس. خذ 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 أنت الثاني. خذ خذ خذ. هيا فلنكمل الطريق. ناخذ الأسلحة. هيا هيا سامي. يلا يا سام. هيا تحرك. هيا قم قم قم. خذ خذ خذ. هيا خذ 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 خذ. قبولة قبولة قبولة. لا 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 لا. خذ خذ. هيا هيا بالمسحة. لا إله. الكل ينفجر. لا 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 سام. لا لا لا. خذ خذ خذ. جيد. ربما هو الثقة. هيا فلنختبئ. هيا فلنختبئ هنا. جيد جيد. هيا فلنكمل طريقنا. خذ. لا 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 لا. خذ 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 خذ. جيد. هيا 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 يا سام. خذ 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 خذ. هيا فلنكمل الطريق. قنبلة قنبلة قنبلة. نجونا منها. هيا فلنكمل الطريق. الثلوج. يا ساتر. هيا تحرك تحرك. جيد. خذ الدبدبة هنا. يا ساتر كيف سننجو من هذا. لا 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 لا. اختبئ اختبئ. جيد. اي اي اي. خذ خذ. نبي عدد كبير. يجب ان نتعامل معه بلطف. اي 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 اي. قنبلة قنبلة. يا ساتر. كيف نصعد الى هنا. جيد. اين انس. خذ خذ.
يا ساتر. خذ. جيد. الآن ماذا سبق؟ خذ. جيد. ضربة موفقة. أنا أنس. أين هو سام؟ لا، قنبلة. يا ساتر. خذ. ماذا الذي كان يتبقون؟ هيا فلنكن سارقين. هيا سحر سحر بسرعة. هيا. الآن يجب علينا الخروج من هنا فقط، لا نريد شيئا. لا، قناص. فنستخدم الحبل. جيد، أحسنت. هيا خذ. جيد، خذ أنت الثاني. قناص. خذ قناص آخر. خذ. جيد، نستعين نحن أيضا. لم يتبقى أحد على ما أعتقد. هيا فلنغادر. نستخدم الحبل. هيا. جيد. هيا. أنت. خذ. هذا واحدة فقط كافية. خذ. جيد. هيا فلنبدأ بطريقنا. هل من هنا؟ سننزل إلى الأسفل. هل من هنا؟ لا، ليس يبدو. هيا فلننزل إلى الأسفل. هذا هو الطريق الصح. جيد. هيا سحرك. هذه هي طائرة التي سنرى فيها. جيد. لا، انزلاقات. لا. جيد. هيا فلنصعد. هيا تحرك يا سام، تحرك. هيا. خذ. جيد. خذ. انهض. جيد، خذ. هيا. اقتربنا من الوصول إلى الطائرة كي ننجو بأنفسنا. خذ. جيد، خذ. جيش نديم وريف بكثرة. هيا فلنكن سارقين الآن. لا، يجب استخدم الحد. جيد، بحذر. هيا سحرك. هيا. جيد. هيا. جيش آخر هنا. خذ. لا، نسيت في نفسي. لا، الآن. أي، خذ. جيد. هيا، تبقي هذا فقط. الذي سبق لدي السلاح. فلنبحث عن السلاح أول. جيد، قنبلة. هيا خذ. جيد.
أيه فلنتحرك بك للطريق. اختصر لنا الوصول إلى الطائرة. أيه تحرك. من هنا أعتقد. أيه جيد. أيه فلنصعد الآن. جيد خذ 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 جيد خذ. أيه فلنبحث إلى الطريق يسمونه. جيد هذا هو. أيه سام. أيه الحق بي. أوه. خذ 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 جيد. لا 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 هذه الطائرة. أوه. هاكا جيد. الآن وصلنا إلى الطائرة. إلى قائدنا هنا. هيا سام هيا بنا. هيا بنا فلنغادر. مهمة ناجحة. الآن سنكمل طريقنا نحو الكنز. جلبنا المعلومات. كل شيء. يجب الآن أن نرى أين هو الكنز. هذه اليوم المعدنية. طائرة حربية. قائد الكابتن. ماذا يا سام؟ أي يا كابتن؟ مهمة انتهت بنجاح. خليج الملك كان ملاذا قديما في عصر الآب. له مكان كبير جدا. كن أكثر تحديدا. لقد انهارت غرفة الخريطة تماما لذا كما تعرف. على ما تظن كل الذين نجوا من الكهوف المجندون. ما الشيء الوحيد الذي كانوا سيحلون به؟ نيتي زوجتي هيثم. هناك بركان على هذا. هناك بركان في خليج الملك. ما يعني أن علينا التحرك. ما هي الآن الطائرة تحلق في السماء. هنا هاتف صوني لزوجة هيثم. هيثم يتصل لزوجته ليطمئن عليها. الآن هيثم في رحلة أخرى. يجب أن يلقى عذرا لزوجته ليكمل مسيرة مع سام وقائده. نبحث عن الكنز. ها نحن ذا. قد وصلنا بالطائرة. زوجته تريد أن تأتي إليه. هيا فلنذهب يا غيث.
السلامة. والآن نحن في مكان آخر، طبيعة أخرى، شكل آخر، مدينة أخرى، مغامرة أخرى. لا يوجد هنا اتصال بالإنترنت، لكن قلع هيثم الأوراق تحتاج إلى الإشارة. هذه هي الخريطة التي سنتتبعها للبحوث عن رموز الكنز. هيا فلنذهب. الآن بداية شهر 10. سننهي الفيديو هنا إخواني، تحياتي لكم وشكرا على المشاهدة، وأتمنى منكم الدعم لكي تعبر القناة أكثر وأكثر. سلام.